السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على نبينا محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، صلوا عليه وسلم. معكم أخوكم عبد العزيز معيوف التميمي المعاد بالطب البديل أو بالعلاج الانعكاسي اللي هو مساج القدمين مساج اليدين. اليوم أتكلم عن نقطة أهم أو نقطة يعانون منها كثير من الناس، أهديكم إياها إن شاء الله، اللي هو علاج مشكلة الأبهر أو ألم الأبهر. الأبهر أو المشكلة هذه اللي يعانون منها كثير من الناس هي عبارة عن ألم في الكتف وخلف الكتف، ألم هنا في العضلة دي وخلف الكتف. طبعا أغلب الناس اللي يعانون من الأبهر يكون عندهم ألم نغزات حتى في القلب، ويكون تعبان القولون عنده. نعيدها مرة ثانية، هذه المنطقة الخلف كيف أعالجها بطريقة بإذن الله. طبعا 90% منكم اللي يعانون من الأبهر يكون أبهر من الدرجة البسيطة، لكن هو ما يعرف كيف يعالجها سبحان الله. 10% هم اللي يعانون من الملع أو من الأبهر يكون قوي اللي يحتاج إلى طق بس، ولا 90% ما شاء الله من الناس اللي الطريقة هذه بإذن الله تنفعهم كثير وبيدعون لي بإذن الله. اللهم لك الحمد. كيف طريقة العلاج؟ نبدأ طبعا السبابة، نبدأ باليسار، طبعا يجي أكثر شيء باليسار وأحيانا باليمين. نبدأ بالأصبع هذا، السبابة اليمين والإبهام اليمين. نضع السبابة اليمين، لو نقرب شوي، نضع السبابة اليمين هنا في النص، والإبهام رأس الأصبع هنا ورأس الأصبع هنا، ونبدأ نضغط. لو نقرب هنا نبدأ نضغط، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا كيف أسمي بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع كل كلمة أنطقها أضغط ضغطة، بيطلع لي هنا عصب يطق طق طق أو زي العرق طالع. فلما نضغط، طبعا في ناس يكون منطقة خفيفة، في ناس منطقة لينة، في ناس منطقة قوية، أضغط حسب حاجة أو حسب ألم الشخص نفسه. يعني مثلا لمست اليد وجاء الألم قوي، خلاص ما أزيد، ألمس لمس، أبدأ بسم الله وأضغط لا حول ولا قوة إلا بالله، يوجع بعدين أمسك أستمر تقريبا 10 ثواني، شاد 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 وفك. هذه الثواني اللي سويناها الحين ما شاء الله، تحرك يدك بعدها ترفع ما شاء الله، أقل شيء إن شاء الله بتلاحظ، يعني أقل شيء بإذن الله 50% من الألم راح. وهذه الطريقة أتمنى أنكم تحرصون عليها، ومن أسبابها طبعا اللي هي أنك تتسبح بدل تطلع بالمكيف. السباحة بالماء الحار الوحدة هذه مشكلة، السباحة بالماء البارد الوحدة هذه مشكلة. المفروض تسبح بماء دافي بعدين بارد، دافي بعدين تبرده يشد. غير كذا أكل اللحم بكثرة له دور، لأننا ناكل اللحم بس ما نحرقه، حاول تحركون أكثر. حسابي طبعا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الانستغرام كلها، لكتبت على جوجل المعالج عبد العزيز معيوف أو المعالج بتميم يطلع لك كل هالخيارات. أتمنى لكم صحة وأتمنى لكم التوفيق، وهذه هدية لكم، أتمنى أنكم تدعونا عليها والدينا بالمغفرة والعفو والعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.